زون ميكس. 30 أبريل 2024، مرحبا بكم في موعد جديد من زون ميكس. زون ميكس. اسلام مدب معكم في التقديم، وميمة جبالي في الاعداد، عليا باشا في الاخراج، سليم في الاخراج الرقمي. تابعونا لما كنتوا في تونس الكل من خلال الفريكونس نتاعنا، وتابعونا ايضا من خلال موقعنا راديو expressfm.com. تشاهدونا بالصوت والصوره كيف كيف في اللايف ستريمينغ، تلقاوها بدا حاليا في صفحتنا اكسبريس اف ام، في الصفحه الخاصه بالرياضه ايضا اكسبريس سبورت، كما تلقاوها ايضا على قناتنا في يوتيوب اكسبريس اف ام. نحكي على المواضيع اليوم في حصتنا اليوم، بدايه بانتخابات الجامعه التونسيه لكره القدم، ايضا نحكيو عن نجم الرياضي الساحلي، بعد شويه باش يكون ضيفنا المدرب الجديد للنجم الساحلي خالد بن ساسي، باش يكون معنا بعد شويه ان شاء الله بالتليفون، ايضا باش نحكيو على الشامبيونز ليغ الاوروبيه. دونك باش نحكيو على هذا الكل، ضيوفنا اليوم سي فيصل شعبان، مرحبا. مرحبا سلام، مرحبا بالخيال الكل، وسعيد بان اكون معكم كالعاده في اكسبريس اف ام. شكرا لك سي فيصل. ايضا مروان تاج، مرحبا. مرحبا سلام، مرحبا بالخيال، مرحبا مستمعين اكسبريس اف ام. يحظى معنا ايضا كمال بن خليل، مرحبا. اهلا وسهلا سلام، مرحبا فيصل، فرحان اللي شفته ابري ان سارتان طون، وان شاء الله نعدي وسوي عباد. ما تقابلتوش هنا قبل زاد؟ لا قابلنا قابلنا في بلاصه اخرى. اي في بلاتو احنا عندنا مبدا راهو، زر غبه انت زر حبه كي هلال العيد. ايضا ضيفنا اليوم الاستاذ انيس الباجي، واحد من اعضاء قائمه الوصف جليل، مترشحه في انتخاب او اللي كانت مترشحه في انتخابات الجامعه التونسيه لكره القدم بعد ما تم اسقاطها. سي انيس مرحبا. مرحبا سلام، تحيه ليك، تحيه لكل الحضور النير، وتحيه لكل من يتابع فينا على اكسبريس اف ام. مش غلط التعبير اللي كانت مدرسه. لا مازال حبيت ندقق معاه هذا في التعبير. قالوا ماشيين للطاس خاطر. نمشي وحدك انا. خويا اسمع رجال قانون امورهم. سامحني سلام، سامحني انا سعيد بالتواجد، اما السيد هذايا في الليل معايا، الصباح معايا، مش نروح معايا للدار. سمعت حتى في ماتشات ترجموا بعض. خمسة الليل تو تفرحنا قاعدين. البارح قال كلمة الأستاذ كمال بن خليل، قال أنه قبل نهار إسقاط القائمة نتاعكم، قال لك في الصباح القائمة نتاعكم باش تطيح. أكيد ما قلت لك الكلام هذا. عرف عرف خويا، قال لي قال لي نطمنك يا أستاذ، معناها أنا حسك شيخ ومورالك مهزوز، أسيدي نطمنك باش تطيح. لا لا هو حذرك نفسانية، هو 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 معناها رحيم بيك، ومعناها حذرك نفسانية للصدمة، معناها له أجران. المشكل وين خويا فيصل؟ استدعاني القهوة بعد ما شربت القهوة، قلت له نحب نبشرك، قال لي شنو؟ قلت له قائمتكم دق ديك. يعني فما تسريبات، السيد عنده تسريبات يا خويا، شو عمل؟ أستاذ كيفاش تقبلت الديسيزيون؟ مفاجئ شوية، ما نعرفش الأستاذ كمان بن خليل توقعه، لكن أنا واحد الناس صراحة ما نعرفش سي فيصل، توقعت إسقاط قائمة وصف جليل، خاصة نعرف الناس كل معناتها يتقال برشا كلام على العلاقة بين وصف جليل ولجنة الجامعة. أنا والله عندي رأي آخر. أي. أنا ما توقعتش بطبيعة الحال أنه قائمة يترأسها محامي ومعاه محامين باش تسقط لنواحي قانونية إجرائية. معناها ما ما معناها كل شيء نتوقعه إلا أنه محامي، يعني أنا تو أنا باش نعمل عقد مثلا ولا باش نشري حاجة في تونس، نمشي المحامي اللي هو مؤتمن على معناها القانونية المسألة هكا ولا ما نتوقعش. معناها عمري ما كان في بالي أنه الرجل أولا من اختصاصه لا يسمح له بالأخطاء، ثانيا وجوده على رأس الجامعة وقتيا في الفترة هذه مكان وديع الجري كذلك يعطيه هذه الإمكانية أنه يمشي في المنحة الصحيح، معناها يكون ملفه صحيح. ونظرا كذلك لما جرى في القوائم الثلاثة الأولى في المرة الأولى، معناها تعتقد أنه قائمة وصف جليل لابد أن تكون من الكمال بمكان، معناها لهذه النقاط الثلاث. لكن رأيي الشخصي، رأيي الشخصي وهذا معناها اللي أنا مؤمن به، أنا بالنسبة لي وصف جليل لا أعرفه، نسمع عليه ما يحكى، نعرف اللي هو عضو جامعي وما إلى ذلك، وكان نائب الرئيس مع الفترة السابقة مع سي وديع الجري. أنا كنت أخير، كنت أخير أنه أي إنسان، وقلتها من الأول، أي إنسان موجود في الجامعة التونسية لكرة القدم بعد نكسة كأس إفريقيا يحترم نفسه، والمكتب الجامعي يحضر الانتخابات كما هي، لا أحد يقدم نفسه، ونحضر انتخاباتنا وهما يخرجوا من الباب العادي
وما يخرجوش من الباب الخلفي على الأقل. هذا اليوم معناها أعتقد فما مرحلة جديدة يلزمنا نفهمه في تونس اللي راهو فما وقت متاع 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 خدمة متاع إدارة متاع كورة، وفما وقت يجي فترة أنه تفهم روحك وتحترم روحك وتخرج، لأنه المجال والبيئة والظروف لم تعد تسمح، وخاصة لحاجة هذه الكرة إلى أفكار جديدة. هذا لا ينقص شيئا منك كإنسان، ربما يزيد قيمة في نظر الناس لأنك إنسان محترم. أنا نعرف في أوروبا وفي البلدان المتقدمة في كرة القدم من يخطئ يخرج بسلام، يعبر عن موقفه ويخرج بسلام ويترك المكان هذاك لغيره، لأنه في 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 الدنيا هذه نتداول المراكز. ولابد أن نضع في تفكيرنا بأنه دائما المناصب زائلة، وبأنه هذا الكرسي مهما عظم شأنه فإنه في النهاية كرسي ليس أكبر من مصلحة الوطن وليس أكبر من مصلحة الكرة التونسية. صح أستاذ، خلينا نسمع رأيك بالضبط. فيش بالضبط كيف شنو كيفاش تقبلتوا ديسيزيون ساعة؟ خلينا نسمع ما عندك تعليق كيف على لقاء سي فيصل، لكن خلينا نعرف ساعة هل كنتوا تتوقعوا معناها اسقاط القائمة نتاعكم؟ شنو هما الاخلالات اللي صاروا؟ البارح حسيت كمان بن خليل قال نستغرب كيفاش قائمة فيها معناتها محامي وقاضي سابق تسقط في اخلالات قانونية. شوف خلينا نوضحوا الرؤية بالكدا بالكدا ساعة. في اتحاد القائمات اللي صاروا خليش الوقت باش يتم عملية تثبت، لأنه أنا شخصياً خلينا نقول لأول مرة باش نقولها، رغم أني تشرفت بالتواجد في القائمة مع ناس محترمين وكنت معاهم يعني ومانيش عامل لهم زي راهو كلامي هي. لا ينقص لهؤلاء من قيمتهم ومن احترام لهم. راهو أنا كي نحكي هو رأي فهمناه، هو رأي مانيش نحكي على أشخاص، هو رأي رأيك محترم. هو رأى أنه شوف نسأل سؤال في الكرة التونسية، سميلي ثلاثة نواب رؤساء تاعهم تاع جمعيات انت ما تعرفهمش، نائب الرئيس في الجمعية في تونس، نائب رئيس وقت يغيب الرئيس يدخل، ما غابش الرئيس يقعد يما الرئيس واللي يختم هو اللي يقرر، والنائب الرئيس انا تو في الجمعيات كنقول لك نائب رئيس تاع جمعية الفلاح تقول ما نعرفوش، نحكي بصراحة. فنائب رئيس يقول لك انا كنت عمري كامل نائب رئيس، لا نقرر لا ناخذ قرار، الراه في روح الكفاءة اني انا كان انا نشد المنصب هذاك ربما نعمل مخي فدايا حقه ورؤيته. ما يفرقش برشا استاذ نائب رئيس ما تاخذش معاه قرار مع رئيس سامحني تستقيل خير. كما انت رجل قانون في الدولة، لما الدولة مثلا تغير حكومة ولا تغير مناصب القانون يبقى ملزما اللي يمشي ياخو بعده، معناها الامور تتواصل. فلذلك انت تو تحكي راهو انت تو تحكي ما يسالش انيس اقبلنا معناها مش نكمل ما كمل خليه كمل سي فايز ولا مش معاك انا كملش. انا نخمم في حق اي شخص مش ما نبديش نعمل اقصاء، والصندوق هو يقرر اذا انت كما رايك ترى انه سيد ماش حقي ترى ما تنتخبوش، تقول ننتخبوا الناس اللي نحبوهم ننتخبوهم. خويا هذا يخدم قبل انا نرى انه هو ما يستحقش يخدم ما ننتخبوش، ما دام القانون يسمح له يقول لك انت نترشح حقه حر هو، نجموا نحن ادبيا نقول والله نتمنى انه ما يترشحش. هذا اللي قلته معاك، ما دام القانون يسمح له يقول لك انا عندي الراي نحب نصلح نحب نعمل عندي افكار احكم عليا من بعد ترشح ما تنتخبوش، انت حر في الصندوق ما تاخذوش اذا كان عندنا ثقه في الصندوق. بالطبيعة قالوا منظومه ما منظومه وطاح او سقطته القائمه وعاود الاستئناف سقطته، يعني من الاول فما كلام خرج وهذا امبوسيبل وباش يربح دوفيس والقائمه نتاعو باش تعدى دوفيس والمنظومه هاي منظومه درجين لعب طاح. اذا اي نحكي بصراحه معناها اذا هذا كله تم تفنيده. انا باش نعطيكم اللي صاير بحقيقه، انا شخصي الاتحاد نتاع القائمات اللي شرفني ميسالش قلت لكم نحترم مانيش عاملهم زي سمعت بيه نهار اداء القوائم تحبش اكثر من هكا ما انت قلت محامين وما نهار اداء القوائم، لانه عمليه الاتحاد صارت اللي يوصلني انا انه ليله الايداع نتاع القوائم، حتى ليله الايداع القوائم انا في بالي في قائمه مير بن عيس كيما غيري في باله في قائمه فلان. واضح؟ ليله الايداع القوائم في بالك في قائمه بن عيس. اي وسمير نجم يقول لك معناها التحالف بين جليل وبن عيس تم في اخر لحظه معناها تفاصيل اخرى يمكن هو يتحرج منها. معناها ما حكيتوش في الموضوع لا انا حتى ليله ايداع القوائم مد الاوراق لسمير على اساس في قائمه سمير. واضح؟ فما نعرفش حتى الاشخاص الاخرين لا هما يعني في بالهم بيا ربما لا انا في بالي بهم. فرؤساء القوائم خموا
وراوا انه من مصلحة انه يتم اتحاد القوائم هذية. يوم الايداع يوم السبت كلمني سمير قال لي رانا عملنا قائمة واحدة اتحدنا. في اللحظة ذيك انا ما نعرفش القائمة شكون فيها، اذا باش تقول لي الملفات وشفت الاخطاء القانونية وقتها ما شفناهمش لا انا لا غيري. هل هذا معقول معناها؟ صار الاتحاد في اخر لحظة تفهموا هما صار راهو من الصالح انه يعملوا قائمة واحدة. اسكو هما حكاو فيها قبل؟ انت عضو سي انيس سامحني، وين رايك معناها انت داخل مع مجموعه رئيسي قال معناها باش نقعدوا ديما في نفس البوت قال نتاع الرئيس هو اللي يحكم الرئيس هو اللي يحكم. نقول لك مع احترامنا لسماها بالطبيعه نحبوه ونحترموه. راهو رئيس القائم يجي يقول لك انت باش تخدم معايا حضر لي وريقاتك، تحضر له وريقات وتمدهم له سي اوراقك عنده ما عادش عندك انت. كي نهار الايداع في الايداع يقول لك سي اتحدنا انت اوراقك عنده خلينا نمشي معك للقوائم تسكروا باش يتسبوا. وانا لو خلينا نحكي لك انا كراي شخصي انا ما تسالني شخصي انا ما عنديش حتى اعتراض على القائمه الثانيه ولا الثالثه اللي معانا ولا حتى اللي حتى سي واصف ولا غيرهم. انا تشرفت كي كنت معاهم في القائمه مانيش خير منهم، خلينا نبداو واضحين مش نجيب نجيب نقول انا اسمع خاطيني لا 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 ربما كان سالوا على نقول لهم اوكي بوركوا با شخص محترم. انا نعرف اللي سيد واصف جديد كمحامي شخص محترم فما يقلقنيش ويشرفني ان نكون معاه ولا مع غيره. انا نخمم اني من بعد باش نخدم باش نثبت اني انا جدير بالمكان هذاك. وانا قلت الكلام قلت القائمه اللي باش نخدم معاها راهو نتفقوا فكريا ان نحن باش نخدموا ونشمروا على سواعدنا ونخدموا بثقه وبامانه مرحبا. لقيت حاجه اخرى انا باش نسحب وسالوني عليه وقلت الكلام هذا. فما نجمش انا نحكم بافكار مسبقه على مجموعه معايا لست افضل منهم التيران هو اللي باش يورد. فكي قال لي بوركوا با معاش جا وقت الصيف نصبوا صبوا. اذا الملف هذايا نتاع فلان واوراق فلان واوراق فلان لا انا شفتهم واللي هما شافوا اوراق هنا وين الواحد راهو نتعاملوا مع اشخاص يعني في مستوى عالي في مستوى معين. يعني انت كي باش تقدم اوراق لسي اسلام انت تعرف روحك انت اسكو مؤهل ولا غير مؤهل. مش انا باش نثبت فيه انا باش نثبت في محامي زميلي ولا محامي باش نثبت فيه انا. كي انا جايب اوراقي سي عطيتك انا قلت لك تهنى انا معاك. مستوى في حاجة. الحاجه الثانيه انه راهو الجماعه اللي معايا الكل بين فيهم انا عندنا قراءه اخرى مش وقتها تو مش باش نحكي فيها جمله. عندنا قراءه اخرى للفصول القانونيه رينا انه السيد عنده الحق حتى من بعد نحكي لكم بعد عنده الحق انه ينجم يترشح كان ينجم يتعد باهي بالقراءه نتاعي. كي دخلت معنا بالتليفون تحفظت على قلت عنا مش نسيت وقتها في الاستئناف نحكيو على الفصل 36 اي بون اغزلي هو نقاش هي قراءات مش معناها كلامي انا قران ولا كلام موقع هو القانون في نقاش. علاش فما ابتدائي واستئناف وتعقيب؟ اعطينا قراءتك استاذ تو في كل شيء الحكم مصدر. شوف القراءه اللي خذينا مشينا بها الاستئناف نحن اي مشينا بها الاستئناف لقينا ان الفصل 36 لا يقرا وحده بمعزل عن الفصول الاخرى. لقينا انه الفصل 35 بار اكزومبل يقول انه شخص كي يقع انتخابه في المكتب الجامعي يفقد اليا عضويته باللجنه القضائيه اللي منها لجنه الاستئناف. فهمنا منه انه السيد نجم يكون في لجنه الاستئناف ويترشح. حاجه ثانيه انه المطه 5 من الفصل 35 تقول انه اللي مترشح لخطه رئيس او نائب رئيس في الجامعه التونسيه لكره القدم يلزم يكون تك 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 من هنا رئيس لجنه قضائيه منها لجنه الاستئناف. اذا رئيس لجنه الاستئناف ينجم يكون رئيس جامعه ينجم يترشح رئيس جامعه. فصل 36 ما قالش رئيس ونائب رئيس قال لك شخص يلزم يكون في لجنه فيدراليه. يا هو السيد رئيس لجنه الاستئناف ماهوش في لجنه فيدراليه وعنده الحق يولي رئيس جامعه. اذا كان يمشيو بالتوازي اذا كان رئيس الاستئناف يولي رئيس فالعضو نتاع الاستئناف ينجم يولي عضو. تحكي لي قراءتنا تكون غالطه مش صحيح. اكثر من ذلك يقول فصل 36 انه لازم يكون عدى 4 سنوات في جمعي. هذه الفكره لقيناها نحن. انت قلت لي ما حددتليش في جمعي. جينا نشوفوا نلقاو الجامعة التونسية كرة القدم هي جمعية رياضية الفصل الأول نتاعها في ستاتيو لا فيديراسيون تونيزيان دو فوتبول إتون أسوسياسيون سبورتيف. إذا إذا أنا عندي 4 سنين في الجامعة فأنا نستجيب للشرط في جمعية. أنت قلت في جمعية هاني في جمعية. الفصل 21 يقول راهي الجامعة التونسية كرة القدم أدمينستري باغ ويعددهم يقول اللجان القضائية من بيناتهم لجنة الاستئناف. إذا كان أنا عديت 4 سنين في لجنة الاستئناف وأنا أدير الجامعة اللي هي جمعيه رياضيه فانا عديت 4 سنين في جمعيه. هذه قراءات اجتهادات وقراءات ينجم يتبناها ينجم يقول له هو ما تبناهاش هو قال له في الاستئناف وهذا حقه. حتى الاستاذ كمال بن خليل قال لي اي بالحقه شوف هو نعرفش خلي يكمل من بعد هي قراءات. تقول لي الاستئناف حكم ضدك مش قران راهو في تونس عندنا التعقيب احنا عاده في القضاء نتاعنا ساعات في التعقيب يكسر حكم الاستئناف ويرجع يحكم حكم اخر. معناها هذه قراءات واجتهادات لكن انا وين اتفق معاكم تيش مهزني انا
اللبس هذايا باش نعمل اجتهادات واستئناف وراي وقراءه وما قراءه هذايا معاك. هنا السبب انه نحن كما قلت ما كانش محضر له الموضوع الوقت باش نتمعنوا بالامر ونعرفوا رقاطه بعضنا الناس الكل ونعرفوا بعضنا الناس الكل لانه جاء القرار نتاع الاتحاد اللي راوه لمصلحه الكره التونسيه رؤساء القوائم شافوه في اخر لحظه واحنا علمنا به في اخر لحظه. فلا اعطيك حاجه باش نكون واضح انا وصريح زميلنا رضا السلامي شخص محترم وكفء على درجه عالي. رضا السلامي باش نعبد تفهم اللي هو موضوع الجدل والنقاش واللي على خاطره تحت القائمه. وانا تشرفت بالتواجد معاه في القائم. لا هو ربما في باله بيا ليله الواحد اللي انا معاه ولا في بالي بيا اللي هو معايا. هذا معقول طبعا. باش يكون واضح معك صريح لانه عمليه اتحاد القوائم وصلوا لها رؤساء القوائم في وقت وفي الاخر راوا انه المصلحه ان يكونوا فرد قائمه يا اخي ادماجه وعندهم ثقه انه الاعضاء اللي معاهم الكل امورهم واضحه. كل واحد حمل مسؤوليه. بالله وشنو هو موقف الاعضاء اللي ما تحطوش معاكم في الليست؟ شوف الاعضاء اكيد اغلبهم تغشوا. انا شخصيا اتصلت بالبعض منهم ويعرفوا اتصلت بهم واكيد باش يتغشوا ومن حقهم باش يتغشوا لانه قلت انا لسنا افضل منهم. هي اختيارات ما تنجمش تحط القائمه الكل ما دام عملوا اتحاد باش ياخذوا منا ومنا. لكن قلت راهو بالحق اللي ماهوش معنا في القائمه على الاقل القائمه نتاعنا احنا الاولانيه راهو ناس اكفاء ومحترمين وكانوا نجموا يعطيوا البلوس. فلكن هذه جات اختيارات واختيارات من رؤساء القوائم كل رئيس قائمه اختار معاه زوز ولا ثلاثه اللي هو راهم تنجم تكون فما تكامل تفاهم تناغم اللي يحب يراه هو لكن ماهيش حكايه راهو الاكفى لانهم اللي قعدوا قلتها انا نعرفهم شخصيا في مستوى عالي ومستوى محترم ما نحبش نسمي خاطر ننساش شكون لكن راهو معناه ينجموا هما بيدهم تلقاهم نهار اخر في قائمه اخرى وربما هما يوصلوا للجامعه قبلنا نحن. استاذ حبيت تعلق؟ حاب نقول ساعه دبر فيما يتعلق بالاتحاد نتاع القوائم انا تعرف انيس معناتها 10 عمر اي انساه 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 10 عمر هذيا لا باش نعطيك معطى لا لا والشيشه في القهوه اللي كل يوم تعملوها انساه ما عادش تشرب معاه القهوه ما عادش تمشي معاه القهوه الصباح لا لا المشكل وين هو ديما يستدعاني راهو لا خلينا نعطي معطى مهم جدا خاطر انت استغربت سلام انت قلت له معقول ما في بالكش بالحق انيس راهو في طبعه ما تعيطلوش ما يكلمكش معناتها بلغه اخرى il te fait confiance هو يقول لك انا زميلي رئيس قائمه اللي هو تكوينه قانوني كيفي ما عيطليش باش نثبت انا جو لي في كونفيونس خاطر بالحق راهو انا نزيدك اكثر من هكا الاجتماعات نتاع اتحاد القوائم انا حكيت له عليهم قال لي لا ما ثماش خاطر مسكين تعرف شو يعمل انيس يخدم دارو صغارو بس انا انسان محترم برشا صحيح ما عندكش فكره جاري قبل في لافايات ما عندكش فكره انا داير نبدا نفدلك عليه نقول له المدينه الفاضله افلاطون يحكيوا عليك انت بالحق رواه نقول له معناتها ياسر عايش بالمثل باهي استاذ نمشي للاما نمشيو للاما باهي لهنا هو التفسير اللي كان يقدم فيه طبيعي جدا انه القائمه بعد ما طاحت يلزمها تلقى تفسير يلزمها اما انا قلتها له قلت له راهو التاويل تيري بار لي شوفو علاش بدليل الفصل 36 نفسه على خاطر الفصل 36 في اللينيا ا حكى على العضو قال اللي يكون في مومبر دون كوميسيون فيدرال لو كان جاء الامر على اطلاقه ولهنا نحكيه على انه ينجم يكون في لجنة اخرى ما نجيش انا في نفس الارتيكل في السانك لانه في ثم النقطة واحد فيها ا بي سي دي وثم النقطة اثنين ثلاث في النقطة سانك يحكي على الرئيس ونائب الرئيس وقت يحكي على الرئيس ونائب الرئيس يقول انهم يكونوا بريزيدون تاع كوميسيون ناسيونال او جوريديكسيونيل لهنا وقت اللي يخصص النقطة الخامسة من الفصل 36 خاصه الحديث بسطوه استاذ العباد ما غير فصول قضاء باش العباد تفهم باش نبسط لك معناتها تحب نبسطها معناتها القانون جاء قال الرئيس والنائب الرئيس ينجموا يمشيوا الاكسبريس اف ام كان جاء وسكت حتى الاعضاء ينجموا يمشيوا اما كي نلقى انا القانون يقول لك راهو بالنسبه للاعضاء يمشيوا كان المزيك ما عادش نجم تقول لي لا نجم نمشي خاطر القانون قال القانون هنا حدد دونك في الا قال حكي على كوميسيون فيدرال للاعضاء في السانك حكي على جوريديكسيونيل اللي قال نجموا نمشيو له دونك المشرع نفسه قاعد يفرق بين الفيدرال وجوريديكسيونيل ما يعتبرهمش كيف كيف واضح وهذايا هو اللي خلى لجنه الانتخابات ثم من بعدها لجنه الاستئناف تسقط القائمه لهنا
قل لي انت وانا هذايا الحقيقه، لانه تاويل يا خويا اسمع تقو الشبهات يا ولدي معندها ادرأ بالشبهات. انت عندك مع كل الاحترام انت جاب لك ورقه لانه مزوز نقاط، الورقه الاولى نتاع الاربع سنوات نتاع سي سلامي، الاربع سنوات يوفاو في جوان مازالوا ما فاوش، خاطر هو يقول الكاتريام اني هي السنه الرياضيه 2023 2024 مازالت ما فاتش. دونك لهنا اللجنه تكبش لك تقول لك الاربع سنين كيما عملوا بالحسن بالسمر يا اخي، بالحسن بالسمر علاش طيحوه؟ جابوا له وك الغيابات اللي عنده في الرابطه في العام الاخراني، قالوا له انت ريال مو عملت 3 سنين بورتون هو 4 سنين خاطر طيحوه. سؤال لهنا اذا كان ما تعملش الانتخابات في مواعيدها، جينا من بدر الدين الثناني سؤال سلموا عليه، فما ريسك من الفيفا اللي حدت موعد محدد لاجراء الانتخابات؟ فما ريسك مش ريسك خاطر الفيفا تنجم تجاوب. هاي الفيفا قالت عندكم 3 شهور وانتخابات حدوها ماكس معناتها 30 ماي، هما عملوا 11 ماي، ما تقدمت حتى قائم نفرضوا هاي شنو هو الريسك؟ ما تقدم حد تقول لك شنو تحبني نعم لهنا معناتها الفراغ ما مش باش يصير، فما زوز امكانيات انه يا يزيدوا يمدوا لهم ليهم هما وهي صعيبه برشا او يعين هي او هذا اللي ماشيين فيه حسب انا ما لدي من اتصالات، وحتى في الهيئه يكون فما مشرف من الفيفا، وقد يكون هذا المشرف من بلد اجنبي او من جهه الفيفا بالضبط، كما سال مع فاطمه سموره اكزاكتومون. الحاجه الوحيده الخايبه هو انه ينجم يكون المشرف الاول كيما جابوا لنا المشرف العام على التحكيم جابوه تونسي، قطر وكا جابته تعدي لا ماني نعطي ديز اكزامبل انا عندك زاد حتى اللجنه الفنيه والاحسن مالوش لهنا المشرف ينجموا يجيبوه من بلد اخر ولو انه يبدو حسب لدي من بعض الكواليس السلطه ماشيه في لقائها المرتقب في صوره سقوط القوائم، وهذا طب نعتقد انه حاصل يبدو انه القائمتين الزوز فيهم اشكالات وباش يطيحوا اذا طاحوا جودي بيان اذا طاحوا، يبدو انه الاتجاه ماشي، وحتى حكيت مع بعض الاصدقاء ماشيين في اتجاه الاتصال بالسيد كمال يدير باش يكون هو على راس اللجنه هذه التسييريه. شكون هم اللي ماشيين؟ السلطه لانها باش تقترحها الفيفا، وزارة الشباب والرياضة هي اللي باش تقعد، هي لن تتدخل ولكن الفيفا بطبعها وبعد مجال وفد وقعد مع ممثلين من الوزارة معناها جسور التواصل بنيت من جديد مع سلطة وزارة الشباب والرياضة ولا. وفي مثل هذه الحالات ورغم القول تقترح. ورغم القول بأنه لا تدخل للحكومات في الرياضة وما إلى ذلك، فإنه يقع التنسيق مع الوزارة المعنية في البلد بالضبط. فما فرق بين انك السلطه بين انها تجيل هيك المنتخب وتنحيه وتحط كمال في بلاصه فيصل، هذاك تدخل، اما انه يجيني وفد نتاع الفيفا ونقعد معاه باش يقول لي شنو رايك انت بحكم كاسكو تي بروبوز، نقول له انا ما روينتاش. يبدو ان النيه متجهه الى انه سيد كمال يدير هو باش الاسم المقترح اللي حوله جماع كانت ماشيه لعثمان جنايح، سيد عثمان جنايح الوضع الصحي نتاعو ما يسمحش من سيد عثمان جنايح مشاو لسي كمال يدير، هذه مصادر كمال بن خليل، هذه اللي عندي انا من بعض الاصدقاء دونك هو اللي باش يصير في الاتجاه هذا. ما في هذا الكل ما فماش نمشي للاخبار اكيد ما وين بعد عندك ما تحكي عن النجم الرياضي الساحل اخبار وبعد راجعين في الجزء الثاني من حصتنا اليوم.